واصل الشيخ محمد السبيل رحمه الله طلب العلم بقوة وتميز وتفرد على يد فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد الذي كان وقتها رئيسا للمحاكم الشرعية في منطقة القصيم. لم يكتف الشيخ محمد السبيل بإجازات القراءات القرآنية العالية التي أخذها كابرا عن كابر، فلقد كانت نهمته البحثية والعلمية مبدعة ودائمة ومتدفقة لا يمنعها حد ولا يقف دونها سد.